مرحبا بكل من التحق بنا اللحظه، نتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بالف خير. طاقم شاب يشتغل دائما من اجلكم مستمعاتي ومستمعي، كل من جمال، نبيله واميمه وكذلك سي محمد فالمتابعه. فمرحبا بكم. طبيعه الحال 0522 36 05 36 هو الرقم المخصص لمكالماتكم الهاتفيه. ونرحل اللحظه عند هبه العيدي، وحده من بين الشابات المتالقات كيف قلت قبل قليل، لانه غادي نستضيفوها على ضوء اللقاء اللي غادي يدار نهار الاثنين ان شاء الله 24 في الرباط، مشاركه مع وزاره الثقافه والشباب والاتصال في الدوره الثانيه ديالو اللي كيستضيف مجموعه من الشباب ديال العالم فيهم مغاربه العالم. غادي نعرفوا اكثر على هذا البرنامج رفقة هبة. هبة أهلا بك. السلام عليكم زكريا. مرحبا بك هبة، شخبارك؟ دابا العربية ولات مسرحة مزيان دابا هبة. أفخص أنك كتجي بزاف للمغرب، صافي دابا ولات مسرحة العربية. إيوا الحمد لله، وأنا كنت الدار منها زعما طولت الجنة غادي نتعلموها واخا شي شي مالكة شي. أهلا وسهلا. ألوغ إلا سمحتي هبة، إلا كان شي بلو أند مي ولا أو بارلوغ ولا هذا غير زولو لأن كيتعاود لينا الصوت. داكوغ خليك في الصوت عادي. نذكروا على أنه اليوم كنستضفوا هبة العيدي، واللي هي وحدة من بين الشباب اللي خداو على العاتق ديالهم أنهم ينظموا واحد ليفينمون هنايا في المغرب. جات من كندا وتنظمنا واحد ليفينمون. شنو هو هذا ليفينمون؟ وفي الدورة الثانية ديالو كنا تكلمنا عليه في السنة الماضية، هذا العام شنو الجديد وشنو لا فالور اجوتي لهذا العام هذا هبة؟ اكزاكتومون سي زكريا، كنا تكلمنا عليه العام اللي فات معاك ديريكتومون في شهدا اف ام مع المستمعين ديال شهدا اف ام. هذا البروجي ديالي سميتو موروكو ويت بيربيس، اللي كيعني بالعربيه المغرب بهدف. وعلاش سي زكريا؟ باسكو كما كتدخل المغرب غالبا كنشوفوا العائله ديالنا، كنمشيو للبحر، كنسافروا شي شويه، ولكن ما كنتعرفوش بالضبط على شنو واقع في المغرب ديال اليوم دونك في جميع المجالات. فهادشي هو الهدف ديال موروكو أسبوع ما اشتقى فيه لهذه المغاربة العالم. نعم. باش نتعرفوا على طريقة جديدة. هذا العام شحال واحد غادي يكون؟ وعطينا شنو هي لي ريكومونداسيون اللي كانوا ذاك العام واللي ربما غادي تطبقوهم خلال هذه السنة هذه؟ شنو هما أغلب التوصيات اللي كانوا ذاك العام؟ ألوغ التوصيات هو كانوا نبدلوا دافوغ لي ديفيرونت ناسيون، ماشي غير أوروبا ولكن نزيدوا تم لو موين أوريون، والحمد لله طبقنا هذه لي ريكومونداسيون هذا العام. فغادي يكونوا 40 مغاربة العالم من الأراضي السعودية، الإمارات، فريمون جميع الدول، أوروبا، أمريكا، كندا. وغادي نسافروا من طنجة لداخلة إن شاء الله. سوبر. شحال تقريبا المدة ديال هاد السفر وديال هاد الرحلة واللي غتوج بهذا اللقاء؟ غادي تكون واحد المدة ديال 7 أيام ولكن تخي شارجي إن شاء الله، اللي غادي تكون على 3 ديال لي فولي. أولا تحل التسجيل لا سواغ ديال الإنوغوراسيون، غادي تكون جورني ديال لا بريز دو بارول ار اوراتوار، اللي غيتعلموا كيفاش يدافعوا على لي زونجو ماروكان منهم الصحراء المغربيه. وهذا انا فاشيال دونك هنايا القضايا ديال الترافع على القضايا الخاصه بالمغرب. نعم اكزاكتومون. طيب من غير هاد البرنامج ديال نهار الاثنين، من بعد كيفاش غادي تبدا الانطلاقه؟ واش غادي تكون شي كارافان؟ غادي يكون شي لقاءات من بعد؟ شنو بالضبط؟ الوغ لو جروب ديالنا ديما غيبقى مجموع، الوغ اون اورا نوتر بروبر بوس. غادي يكون انوغوراسيون نهار اثنين، غيكون فيها واحد السيري ديال القفطان باش نوريو التراث ديالنا والقفطان المغربي، وفين ما كنمشيو حنا مغاربه العالم كنبقاو كنلبسو ديك القفطان وكنبقاو نوريو جوستومون التاريخ ديالنا والتراث ديالنا. النهار الثاني غادي يكون في الرباط كذلك، غادي يتعلموا كيفاش يدافعوا على لي زونجو ماروكان. وغيكون واحد الجوري اللي غيوريو دي بروجي اللي خدموا عليهم. بس موروكو بيبيس ما بغيناش نكونوا غير من عام لعام، ولكن طريقه نديروا دوبيو فيها كيفاش حنا مغاربه العالم كنا نزيدوا القدام البلاد ديالنا. واخيرا غادي نمشيو طنجة اونصومبل في الداخل ان شاء الله. جميل. هذا الشيء هذا تيشرف هبة، لانه دليل على ان الشباب ديالنا الحمد لله مشبعين بالاعتزاز بالانتماء ديالهم للوطن، و سي اون فيغتي دابارتونونس. هذا الشيء هذا ما يمكن لنا الا نفرحوا له. بغيت نرجع معك شويه اللور هبة، الا سمحتي كيفاش تجات الفكره؟ كيفاش انطلقت؟ واش هذه فكره اللي خديتيها انت بوحدك او لا بشراكه مع مجموعه من الناس، ولا شنو بالضبط؟ انا
جو بونس كو في الباركور ديالي ديما كنبغي الافكار جداد، ديما كنبغي نكون اكتيف. وعلاش سميتو موروكو اي بيربيس؟ حيت انا بيرسونيلمون فاش كنسافر كنسافر بهدف، كنبغي نتلاقى بناس جداد، كنبغي نتحدث ونعرف على التاريخ ديال جميع الدول اللي كنمشي لهم. فهكا كانت الفكره ايفيكتيفمون، هذا الفكره جاتني. ولكن بيان سيغ الناس بزاف ساهموا فيها، منهم وزاره الشباب الثقافه والتواصل اللي كنبغي نشكرها على الدعم لهذا البروجي وعلى الافكار ديالها كذلك. مسيو مينيستر بيرسونيلمون مسيو بن سعيد سكيتا مينيستر تخي تخي على ليكوت دو لا جونيس، كذلك لي كرياتور دو كونتوني اللي كيسافروا معنا اللي حتى هما كيفهموا بالافكار ديالهم باش تكون هذه الرحله تخي ديناميك. نعم. طيب شنو الامباكت، شنو الاثار هبه ديال هاد ديال هاد الملتقيات، وخاصه الملتقى الاول مثلا والملتقى الثاني، شنو كتوقعوا انه يكون الاثار ديالو من بعد، لا على الشباب لا على مستوى المشاركه هنايا في المغرب، واش كيتم ادماج او استضافه او اعطاء فرصه كذلك للشباب المغاربه اللي مقيمين هنايا باش يحاولوا ما امكن انهم تما يدليوا بالراي ديالهم ويحضروا مثل هاد الملتقيات؟ شويه من هادشي اللي قلت يا زكريا، احنا عندنا هدف كبير وعندنا اون غران امبيسيون ان شاء الله. اولا لا فرونتي دو سا ماجيستي لو روا الى فيزيت ان سون ديسكور لامبورطونس ديال لي بروفانس دو سود. دونك اولا احنا الهدف ديالنا هو نشهروا بالدخله ديالنا بالصحه المغربيه ديالنا. كذلك هذا العام لا نوفوتي في هذه الدوره الثانيه غادي يكون واحد الدوكيومونتير اللي غادي يتصور اللي غادي بس فيديو ان شاء الله اللي غادي نعاودوا القصه تاع شكون هما هاد الشباب مغاربه العالم. فهذا هو الهدف، وان شاء الله بغينا نشطوا بزاف بزاف ديال الناس، عدد كبير ديال الناس باش مغاربه العالم يجيو حتى هما يكون عندهم هاد المبادرات هاد الانيشاتيف يتعرفوا على المغرب اليوم ويقدروا يكونتريبيو في الديفلوبمون ديالو كما لا دوموندي الموديل دو ديفلوبمون. اي سيتي كوا لي كونديسيون دو بارتيسيپاسيون، شنو كانوا هما الشروط ديال المشاركه هبه؟ Alors, on a vraiment visé des jeunes qui soit chlaco à l'étranger ou là, je suis quand même une grande partie de leur vie. Parce qu'ils prennent la chance, ils naissent, ils me carrefouent, je vous ai fait le Maghreb, ils me carrefouent, je vous ai fait le Maghreb. Bien sûr, c'est le curriculum de l'Qraya. Comme ça, parce que, je suis en train de faire le projet, mais si je reste fort, ولكن تا اوبورتونيتي دو ريفليشير اي جلسو كي فكو على شنو هما لي دونجو، فكنشوفو القرايه ديالهم شنو سو اكسيتيرا و لانتيري سورتو. بغينا دي جون كي سون سيرفي لي بغاو يتعلمو بغاو يفكرو وبغاو يكونتريبيو على لونغ تيرم ان شاء الله. هبه عندكم شي حالات ديال الشباب اللي غادي يكونوا اول مره تيزوروا المغرب تيزوروا بلادهم وكان السبب هو هاد الموروكو ويد بيربس هاد الملتقى؟ العام اللي فات كان اول واحد الولد ما عمره ما جا المغرب، مغربي اخلاق الخريف. هذا العام كلهم جاوا، ولكن انا بلوزيور لي بلو دو 20 طون ما جاوا، بلو دو هكا 7 سنين. دونك واحد سورتو جاي من الامارات 20 عام ما جاش المغرب، فهذا فرصه لي ويجي باش يتعرف على الكره ديالو. فرصه رائعه وفرصه طيبه، كنتمنى لكم النجاح. شنو الانتظارات ديالكم اهيبه، وشنو بطبيعه الحال كتمنوا وشنو كتوقعوا مستقبلا؟ انتم الان عندكم الدعم ديال وزاره الشباب، كنظن بانه بديتوا فقط غير بتمويل ذاتي، ولكن المشروع باش يكبر كما تنقولوا ضروري من تمويلات اخرى خارجيه، فشنو هي الانتظارات ديالكم؟ سي كوا فوز اتونت؟ بس شو كون امغي اتيري ميم دي بارتنير بريفي بحال اللي قلتلك غير بور كونتر ديك لي بروجي اللي غيخدموا عليهم ديك الشباب في لا جورني داغوراتوار. اون امغي بيان كي ديفيان رياليتي ان جور. دونك سي كون امغي فريمون اتيري لوي دي انفستيسور وبزاف ديال الناس اللي غيشوفوا هاد الطموح اللي عند هاد الشباب المغربي. ولا بغيت نعطيك واحد ليكسكلوزيفيتي سي زكريا، دونك سور شادا اف ام سوبر، هاد العام ان شاء الله في الداخله غادي نمثلوا المسيره الخضراء بالطريقه اللي دارت ça fait partie de nous, donc c'est moi qui l'organise, bien sûr, avec le partenaire. Très très bien. تري تري بيان، كنتمنى لكم التوفيق وطبيعه الحال انتم الشباب اللي كتمثلوا المملكه سواء في المحافل الدوليه او في بلدان المهجر، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. هبه غادي نختموا معك، ولكن هذه المره بكلمه اخيره، ونتمنى ان شاء الله انه صوتكم يوصل
خاصه انه كتستقطب واحد العدد من الشباب فقط. يعني السؤال الاخير الا سمحتي هبه، نبغيو نعرفوا شحال تقريبا العدد ديال المشاركين وشحال هو العدد المسموح به للحضور، لان تنعرف كاين انصال يعني في القاعه ديال البحنيني، شحال واحد يقدر يحضر؟ واش ممكن الشباب الان اللي تيستمعوا لنا مثلا اللي كاينين في الرباط ولا في سلا ولا في تماره ولا في بعض المدن اللي هي مجاوره بغاو يشاركوا في هذا الملتقى هذا نهار الاثنين، شنو الطريقه ديال المشاركه؟ واش هي متاحه للجميع ولا خصو يعمروا شي فورمولير ولا شنو بالضبط؟ اكزاكتو، ما شاء الله نهار اثنين مع ثلاثة ونصف العشر بحني جربات وكلهم يمشيو في لاباج ديال موروكو ويت بيربيس انستغرام ويتقيدوا في الرابط اللي عندنا في لابيو ويتقيد ان شاء الله اون اتو ا بوبخي 480 بيرسون دونك بروميي اريفي بروميي سيرفي فو فير فيت ان شاء الله سخي سواري اونتربريز غادي يكون فيها واحد البانيل فيه نوع من الحلو فيه فوزي نجاح اللي هما لينوفاتور ديال الطوموبيله نعم la rencontre de Sa Majesté ainsi que Docteur Boubouh on va écouter la chorale Les Voix du Cœur Inch'Allah. Super, أهلا وسهلا ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. هبة، وكلمة أخيرة لك. كلمة أخيرة هي كنبغي نشكر الأساتذة إف إم أولا وكنبغي نشكر كذلك المغرب كله والمبادرات ديالو وهذا زعما الرباط اللي عندنا البلاد ديالنا سي غراس ا جوستومون لامور كون نو بورت. فاش كندخلوا للمغرب كنشوفوا اوبيراسيون مرحبا، كنشوفوا بزاف منهم ليميسيون ديالك يا سي زكريا اللي كتعطي بزاف قيمه ديال المغرب في العالم، هو شي كيحنا ديما تما نبقاو فوالا اتاشي نوتر بيي دونك كنبغي مرحبا 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 بكل فرح. اهلا وسهلا، نتمنوا لكم التوفيق ان شاء الله. كل الشباب الطموح واللي كيتمناو دائما الخير لبلادهم واللي كي دائما متعلقين ببلادهم وكيحاولوا ما امكن انه يقدموا احسن ما عندهم، كنتمنوا لكم التوفيق. كانت معنا هبه العيدي من مونريال من كندا واللي الان كتستعد لهذا ليفينمون اللي غادي يكون نهار الاثنين ان شاء الله. شكرا لك هبه، على امل لقاء بك ان شاء الله.